أريدك أن تكوني سعيدة. أنا بجانبك ولن أتخلى عنك. والآن هيا ابتسم ابتسم. شكرا لك يا بني. إلى أين؟ أريد أن أقابل الطبيب لأطمئن عليك. أنك لم تغادر البيت هذا اليوم. أصبت بصداع هذا الصباح. والآن؟ الآن أحسن. اتصلت بك في مكتبك فلم أجدك. تركت المكتب الساعة 10، كنت في المستشفى. مستشفى؟ أي مستشفى؟ مستشفى الصحة. خيرا إن شاء الله. ألك صديق هناك؟ عاملة التنظيفات في مكتبي أصيبت بحادث سيارة. مسكينة، صدمها السائق واختفى. حتما مثل هذا الإنسان يخلو من أي عاطفة أو نخوة. منذ 10 وأنت في المستشفى؟ أجل، مسكينة ليس لها أحد في هذه الدنيا. لم أفهم، من الذي أصيب بحادث سيارة؟ كنت مستغرقا في القراءة. كنت في نهاية المقال. سعد عاملة التنظيفات في مكتبي هي التي أصيبت بالحادث. صاحبة الترنيمة.
لم أكن أتصور أنك إنسان عاطفي بهذا الشكل. في الحقيقة يا والدي، أنني أشعر تجاه هذه المرأة بتقدير واحترام. يبدو لي أنها عاشت أياما عصيبة في شبابها، ولا شك أن المأساة التي تعيشها كبيرة. أية مأساة؟ لقد فقدت ابنها وزوجها منذ أيام الحرب، وهي لا تزال تعيش على أمل لقائهما. أما فكرت يا بني بأنها لم تروي لك هذه الحادثة إلا لكي تؤثر عليك وكي تحتفظ بعملها في الشركة؟ لا دخل لهذا في العمل، إنها تقوم بواجبها أحسن أداء. يا بني، إذا دخلت العاطفة بين العاملين رؤساء ومرؤوسين، فسيكون العمل هو الضحية. إني أرى أن العاطفة مبعث للسعادة، والسعادة تدفع عجلة التطور إلى الأمام. إني أقدر فيك هذه العاطفة يا بني ما دامت منسجمة مع أفكارك. ولكن عندما تتمرس في الحياة سيكون لك رأي آخر. سمعت من حنان بأنك مسافر غدا إلى باريس. أجل، لدي رحلة في الغد وسأعود في اليوم التالي. سأحملك بعض الرسائل لتنقلها إلى بعض الشركات التي نتعامل معها. علي أن أكون في المطار في 5 صباحا. سأكتبها مساء. حسن. لا أحد هنا. أين هم؟ في السوق. أنسيت بأن أمك هي السباقة دائما لشراء أحدث ما يصل من أزياء. ألا تستحق؟ لم أعترض. أخبرني عادل بالحادث. ولما جئت تزورني؟ جئت أطمئن عليك. لا تتصوري كم أزعجني الحادث. أين عادل؟ طار إلى باريس صباح اليوم. هكذا سأظل امرأة مجهولة، أما تعيش على الهامش. لقد اتفقنا على هذا. أم تراك غيرت رأيك؟ تذكري أن سعادة عادل بين يديك، ولا تنسي أنك تصرفت تصرفا بالغ الخطورة. عملي في مكتبه، هذا ما تعنيه؟ المشكلة أنك تنظرين إلى هذا التصرف ببساطة. وعدتك أن يظل الأمر سرا في نفسي، فلا تحاول أن تبعدني عنه. لم أحاول بعد. قد تفعل إذن. في حالة واحدة. ما هي؟ إذا اقتضت مصلحة عادل ذلك. جئت تزورني أم تهددني؟ بل جئت أذكرك بمصلحة عادل. لا تظن أنك ضحيت أكثر مني. أنا أحيا حياة مرة مع امرأة متسلطة، وأتحمل ما لم يتحمله إنسان، وأقبل كل ذلك من أجل عادل. ماذا تريد مني أن أفعل أكثر مما فعلت؟ ليتني مت في ذلك الحادث. ألم تعثر الشرطة على الفاعل بعد؟ لا، سألاحق التحقيق بنفسي، اطمئني.
لا أحتاج مالك يا يوسف. هذا بعض من واجبي في مثل هذه الظروف. لا أريد منك شيئا. مصرة على الرفض؟ أعد مالك إلى جيبك. لن أتأخر عن أي طلب تريدين. للأسف لا تستطيع أن تلبي ما أريد. أتمنى لك الشفاء العاجل، وحمدا لله على السلامة. كان بودي أن أطيل زيارتي أكثر، ولكنك تعلمين ظروفي. يوسف، لا تحاول منعي من رؤية عادل مرة أخرى، فهذا أمر لا أستطيع أن أفعله. ضع هذا في ذهنك. أعرف هذا، ولكن هناك حقائق ينبغي أن تعلمها. إن هذه الأملاك ورثتها جميعا عن أبي، ويوم تزوجت والدك كان فقيرا معدما، وفوق ذلك كان بلا عمل، ومن حقي أن أتصرف بثروتي دون استشارة أحد. وأنت تعلم أن ابنة خالتك ليس لها من يعينها سواك. أرجوك ألا تحاول منعي من رؤية عادل مرة أخرى، فهذا أمر لا أستطيع أن أفعله. ضع هذا في ذهنك. دكتور أنيس، أنا متعود جدا. لا، لم يبق من الدواء شيء. يبدو أنني نسيت. أرجوك أن تحضر حالا، أنا في المكتب. لم تغادري غرفتك منذ الصباح، لعلك كنت تغيرين نظام الغرفة. لا، بل رتبت الأوراق التي أعدها عادل بشأن المعهد، وطلب مني أن أطبع بعضها بنفسي. لماذا؟ يبدو أنه لا يريد أن يطلع عليها أحد قبل أن يستكمل دراسته له. وهل وظفك السيد عادل في المعهد منذ الآن؟ يا ليت. سامية، الله الله الله، إنه رائع عليك. تعالي أديري قليلا.
الله، ليس أجمل من الفستان غير صاحبته. وما الفائدة يا خالتي إذا كان الحظ مفقودا؟ الحظ قادم لا شك في ذلك. لا أمل يا خالتي، وإذا بقيت على هذا الحال سأقضي العمر كله وأنا أنتظر. لا تقولي هذا وخالتك إلى جانبك. بدت أشعر يا خالتي أنني في سجن، سأطلب من عمي أن يجد لي عملا. تعملين وأنا خالتك؟ أعمل في مكتب عمي وتتركينني وحدي في هذا البيت مع هذه الحمقاء؟ انظري، انظري إلى ما في يدي، لقد أوشك على الانتهاء. وما دخل هذا بما نحن فيه؟ عندما أنتهي منه يكون كل شيء قد انتهى أمره. لا أفهم. ستفهمين، المهم لن يكون لك زوج إلا عادل. دون أن يخبرني أحد بأن حنان ستستعمل السيارة اليوم، غسلتها ولمعتها وفحصت ماءها وزيتها. ولماذا تقول لي أنا هذا الكلام؟ لا شيء، ولكن لاحظت أن حنان أصبحت صاحبة أعمال. قالت إنها تحمل أوراقا هامة تتعلق بعمل عادل الجديد. وما شأنك أنت؟ لا أعرف، ولكن ربما قالت لي ذلك كي لا تدفع لي المكافأة التي تعودت أن تدفعها لي عندما أنظف لها السيارة. ألا يدفع رجال الأعمال يا سيدتي؟ وديع، أغرب عن وجهي الآن. ما بك؟ آسف يا سيدتي، السيد يوسف رجل أعمال ولكنه يدفع لي كل مرة. لا تتحرك. هل الآن الأوان يا دكتور؟ أنت بخير الآن، هذه نتائج عدم التقيد بتعليمات الطبيب. أؤكد لك أنك تحسنت الآن. بسبب الحقنة؟ إنها دواء فعال لمن يعاني هذا المرض. هل بإمكانك الوقوف؟ سأحاول يا دكتور. حاول. التعليمات ينبغي أن تنفذ بحرفيتها. حاضر يا دكتور. إنها حياتك يا سيد يوسف. الإجهاد النفسي والفكري يؤثر عليك بصورة مباشرة. حتى هذه التنهدات تنعكس عليك أيضا. إنك تخيفني يا دكتور. إنما أنا حريص على صحة مرضاي، والصراحة هي الوسيلة الأسلم. ألست معي في هذا الرأي؟ سأعمل بتعليماتك يا دكتور، ولكن أرجوك ألا تخبر أحدا من أسرتي بمرضي. هذه الأدوية ستريحك. يجب التقيد بالتعليمات حرفيا. حاضر يا دكتور. يجب أن تمر علي في العيادة بعد 3 أيام، هنالك فحوص هامة يجب إجراؤها. هل هناك ما تخشاه يا دكتور؟ لا لا، إنما زيادة في الاطمئنان. إلى اللقاء. السلام.
أين اختفى؟ من عادته أن يتصل عندما يريد أن يتأخر. سنكتشف في النهاية أن صفقة تجارية أنسته موعده. يوسف، ما هذا؟ أردت أن أحمل لك مفاجأة سارة. صفقة تجارية. تماما. المهم أنك بخير. تعال تعال أخبرني ما هي الصفقة. عقار في قلب المدينة. هل تمت؟ بل طارت. كيف؟ صاحب العقار أصيب بنوبة قلبية قبل أن أصل إليه بدقائق. هي مصادفة. من يدري، ربما كان هذا لخيرنا. نحن جائعون جدا، لقد انتظرنا طويلا. حسنا تفضلوا. وأنت يا وديع، هل تغديت؟ بصراحة؟ نعم بصراحة. بصراحة تغديت، ولكن لا مانع عندي من تكرار ذلك ثانية إكراما لعودتك. وأنت أكنت مشغول الفكر بسببي؟ كنت في غاية القلق، فهجم علي الجوع دون رحمة، ولكني شمرت عن ساعدي وخضت معه معركة ضارية بكل أسلحة الطعام الموجودة في هذا البيت. والآن الفرح بعودتك ترك الجوع يهجم علي ثانية، ولا مانع عندي من خوض معركة ثانية معه من جديد. تفضل. عادل، سيدي عادل. أنا عادل. أنت سيدي وأنت في مكانة أمي. قد تغضب أمك لو سمعت. لماذا؟ ربما اعتبرت أنني سرقتك منها. بالعكس، لقد حدثتها عنك وحدثت أبي أيضا. ما بك؟ أنا أتعبك وأحملك همومي. لا تقولي هذا الكلام يا سعدة. آسفة يا عادل، فقط لا أريد أن أزعجك. افتقدتك، زيارتك ترد إلي العافية. كنت في باريس ولهذا تأخرت عليك. من زارك في غيابي؟ ألم يزورك أحد من الزملاء في الشركة؟ شكرا لهم جميعا، اتصل بعضهم هاتفيا. التقدم ملموس. ماذا يقول الطبيب؟ أحتاج إلى 10 أيام أخرى في المستشفى. ستخرجين بالسلامة، ستمضي بسرعة. ولكن ربما لا أستطيع زيارتك خلال هذه الفترة. لماذا؟ هل أنت مسافر ثانية؟ لا، سأنتقل إلى عمل الجديد. ستترك الطيران؟ إلى أين؟ إلى معهد الطيران الجديد. الأسبوع القادم سيكون الافتتاح. إذن فلن أراك ثانية. لا، مكانك محفوظ في المعهد. إلى اللقاء. هل أنت سعيد يا ولدي بعملك الجديد؟ إنه حلمي الكبير. لكنك قد تتعب في البداية. الخطوات الأولى دائما متعبة، هذا لا شك فيه. هل تتصور أننا نرفض طلبات المتقدمين من الطلبة الطموحين وما أكثرهم؟ هناك إقبال إذن؟ أكثر مما توقعنا. أدخل. سعدة، الحمد لله على سلامتك. أقدم لك سعدة، المرأة التي حدثتك عن إخلاصها وحنانها. أهلا أهلا. أبي. مبروك مبروك يا عادل. اجلس يا أبي اجلس. الحمد لله على سلامتك. تصور يا أبي أن سائقا صدمها ولم يكلف نفسه عناء نقلها إلى المستشفى.
ألم يلقى القبض على السائق؟ لا. إنها صاحبة الترنيمة ها؟ أبي يحب كلماتي. أما زلت تعملين في شركة الطيران؟ هذا الأمر عائد لعادل. ألم تقدم استقالتك بعد؟ جئت أبارك لك بالعمل الجديد أولا. لا 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 لا، ألم نتفق أن تقدم استقالتك قبل أن تأتي إلي؟ أم أنك اعتقدت أنني قد أغير رأيي؟ أنت مهمة جدا في هذا المعهد. يبدو أنك تحبها كثيرا يا عادل. الطيبة والإخلاص يولدان الحب والوفاء. ما أجمل الحياة عندما تعم الناس هذه الصفات. لن تخرج قبل أن تشرب القهوة من يد سعد، إن لها مذاقا آخر. كيف تشربها يا سيدي؟ علي أن أذهب لأتفقد أرضا معروضة علي للبيع، وبعدها سأذهب للمكتب عن إذنك. تفضل. تشرفنا يا سيدي. والآن تريد قهوة؟ لا، أريدك أن تذهبي حالا إلى شركة الطيران وتقدم استقالتك. حاضر حاضر يا بني. سعدة، لا معي ما يكفيني، شكرا. خذي. بالإذن. إلى المدينة. تعالي. أيتها المعتوهة، لطالما حذرتك ولكنك لم تفهمي. ما كنت أتمنى لك هذه النهاية المحزنة. يجب أن تفهم الآن لماذا لا أريدك قرب عادل. يجب أن أنهي حياتك إلى الأبد. هو عادل ولدنا. عادل، عادل جاء يخلصني، سأنادي بأعلى صوت. خاسي أيتها الغبية. اسمعي جيدا يا سعدة، إن خرج صوتك سأقتلك فورا، ولا يهمني افتضاح الأمر بعد ذلك، لأنني سأقتل نفسي معك، والنتيجة هي التعاسة الأبدية لعادل.
سأتركك الآن، وإياك أن تنبسي بكلمة. أبي، ماذا حدث؟ رأيت ثعبانا كبيرا يقطع الطريق ويدخل الغابة، فأوقفت سيارتي ولحقت به كي أقتله. هذا أمر لا يحتمل. أي أم في الدنيا ترضى بهذا؟ أي أم تقبل بهذا؟ أي أم؟ خالتي، الأمر لا يستدعي هذه الثورة كلها. هذا الأمر لم يعد يحتمل السكوت. لا أحد في هذا البيت يشعر بي، لا أحد يساعدني. خالتي، لا داعي لكل هذا، هذا حقي كأم. ماذا جرى؟ أرأيت يا سميع؟ كأن الأمر لا يخصها مطلقا. ماذا تعني السيدة؟ لقد سكت كثيرا وانتظرت كثيرا، ولا طاقة لي على الصبر بعد الآن. ألا تصارحينني؟ أريد حفيدا يملأ حياتي، أريد أبناء يمرحون في هذا البيت، أريد أن أرى ولدي أبا، لهذا يتزوج الناس. أعذريني حنان، فأنا أم وليس لي إلا ولد واحد، وقد آن لي أن أرى حفيدا. صحيح، إني أفهم هذا جيدا. إذا كان عادل يشكو من شيء فإنني أدفع ثروتي كلها لمعالجته. لا يا سيدتي، عادل لا يشكو من شيء، لقد فحصنا أنفسنا نحن الاثنين. إذن هل ترضين أن يحرم من نعمة الأولاد؟ من حقي ألا أقبل بهذا الوضع. إنها إرادة الله، كل شيء بإرادته، وشريعة الله نفسها أوجدت الحل. ماذا تقصد السيدة؟ أنت تفهمين جيدا، لست غبية. تحياتي لأحلى أم. من أغضب أمي؟ أنت يا سامية؟ سامية لا تغضبني. وديع؟ بل هي زوجتك حنان. ولما العجب؟ عادل، أريد أن أرى حفيدا قبل أن يضيع عمري هدرا. أمي، أعتقد أننا تحدثنا في هذا الموضوع من قبل. هل تريدني أن أموت قبل أن أرى لك ذرية؟ أمي، الموضوع لا يعالج بهذه الطريقة. وتريد أن تعلمني كيف أعالج الأمور؟ هذا كثير، كثير يا عادل. خالتي، عادل لا يقصد من كلامي شيئا. اصمتي أنت ولا تتكلمي. أمي، سامية لم تقل شيئا. عادل، سأختصر الموضوع. الحل الوحيد بينك وبينها هو الطلاق. الطلاق؟ آسف لأم أن تقول هذه الكلمة. ماذا تقول؟ أريد أن أقول أن هذا الأمر يخصني وحدي، هذه حياتي، ولا أريد لأحد أن يتدخل بعد اليوم بيني وبين حنان. ونسيت أنك تكلم أمك؟ لا، لم أنسى. بالمناسبة، أنا مضطر إلى السفر إلى لندن، وأرجو أن لا يدور أي حوار مع حنان في هذا الموضوع أثناء غيابي. أرجوك يا عادل، أرجوك أني أختنق. حنان،
عهدي بك حكيمة عاقلة. هل حان موعد الفراق يا عادل؟ ماذا؟ أي فراق وأنت كل حياتي؟ إذن أرجوك أحملني بعيدا عن هذا البيت، خذني إلى أي مكان في الدنيا، أفضل العيش في كوخ بسلام ولا هذا البيت المشحون في الخصام. حنان، سيسير كل شيء على ما يرام، فقط قليلا من الصبر يا حنان حتى أعود من لندن. أتسافر وتتركني؟ لأعمال تتعلق بالمعهد، لأسبوع على الأكثر. متى؟ اليوم. لا يا عادل أرجوك، لا، قد لا تجدني إن عدت. حنان، إنها لا تطيقني يا عادل، فكيف أبقى هنا؟ كيف؟ ما رأيك لو ترافقيني في هذه الرحلة؟ أعدي نفسك للسفر، سأتصل بالمكتب ليحجز لك تذكرة. ألو فارس، احجز لي تذكرة أخرى إلى لندن باسم زوجتي حنان. نعم، سترافقني إلى لندن. شكرا شكرا. عادل، ماذا حدث لك؟ أتصدر لي الأوامر وتنفذ أوامرها؟ ما هذا؟ لا شيء. زوجتي أعصابها متعبة والرحلة ستفيدها. عدنا إلى قصة الأعصاب. بدلا من أن تأخذها معك إلى لندن، أليس من الأولى أن تأخذها إلى طبيب الأمراض العصبية؟ ألو؟ نعم موجود. عادل، ألو؟ نعم. ماذا؟ سأحضر حالا. خيرا يا عادل. إحدى طائرات التدريب هوت واحترقت. أوصلك بسيارتي. لا يا أمي، سأذهب بسيارتي.
عني شيئا. الحادث فظيع، لقد أجريت له عدة عمليات، وأستطيع أن أقول إن عادل بخير، ولكن والده هو الذي... يوسف؟ السيد يوسف. ما به؟ لم يحتمل النبأ، فعجلته نوبة قلبية. نوبة قلبية؟ نعم، رحمه الله. وأين عادل يا دكتور؟ لقد خرج قبل قليل من غرفة العمليات، ولكنه ما زال في الجناح هناك. لم يحتمل النبأ. البعض من مرضى القلب لا يحتملون مثل هذه الصدمات. زوجي لم يكن يشكو من القلب. كنت طبيبه الخاص وحذرته كثيرا. لماذا أخفى عني مرضه؟ للأسف لم يكن يتقيد بتعليماتي إلا في الفترة الأخيرة. هي كارثة انحلت. أريد رؤية عادل يا دكتور. ربما لن تستطيع رؤيته اليوم. أرجوك، ينبغي أن أراه. سأحاول. للحظات فقط. تفضل. يجب أن تقول لنا شيئا، نريد أن نطمئن يا دكتور. لقد أجريت له عدة عمليات مع أشهر الجراحين. الحادث كان فظيعا، نشكر الله أنه ما زال على قيد الحياة. لا تخفي عني شيئا أرجوك. قد يمضي وقت طويل قبل أن يتمكن من السير على قدمي. ماذا تريد أن تقول؟ أنك تخشى عليه من الشلل؟ يبقى الأمل بالله، ويبقى متسع للطب يعينه على تخطي هذا الخطر. البكاء لا يعالج ما حدث، والزوجة العاقلة تواجه الواقع بشجاعة وحكمة. ما كتب قد كتب. لنهتم الآن بجنازة المرحوم يوسف. كان صديقا وفيا. تعازي يا سيدتي. تفضلوا. ومتى نقابل عادل يا دكتور؟ لنترك ذلك إلى الغد. ماذا حل بهذا البيت؟
أرى أن تستريحي يا سيدتي. استريح من ماذا يا دكتور؟ غدا أمامك يوم شاق وإجراءات الجنازة متعبة. جنازة؟ ندعو الله أن يلهم الجميع الصبر والسلوان. ولكن جنازة من يا سيدتي؟ أما قلتم إن سيدي عادل على قيد الحياة؟ مات سيدك يوسف. سيدي يوسف مات؟ ولكن كيف مات؟ ماذا أصابه؟ لم يحتمل الصدمة فعاجلته نوبة قلبية. يسأل عن والدي. وهل قلت له شيئا؟ أخفيت عنه الحقيقة. لا أحد يخبره بشيء، هذا شأن أتولاه أنا بنفسي. عادل عادل عادل